طبعا قاعد ننسب الكفرات الحين عشان ما يمشي. قصص هذيك طيب قصص هذيك ترى هو بالملحق. والله ما عاد انا عندك. انا قايل لهم وش قايل لهم؟ والله ما عاد انا عندك. والله حلو وخر. انا ركز دماغ وانا سود وانا حسام انا نوام لا يفوتك مقطعنا اليوم غير تابعوا قناتنا امين جو. الله وبركاته حبايب قلبي اليوم راجعين لكم مقطع خرافي جدا فكرة الوحش انا هو اللي بيتورط ها طبعا من بدايتها قلنا ما يدخل طالع منها انا ايه؟ انا قايل لكم المقطع اللي فات اتوقع ما ادري قبله قلت لكم ان حسام حاط براسي فاليوم قرر نواف ثلاث مقالب ثلاث مقالب بالسياره ايه؟ بسويها والله يا حس والله شوف انا وسعتنا ما ندخل والله هذا اللي فكرته بس بيرد اللي بس 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 المقطع احنا نقول كلنا ايه احنا مع بعض صادق ايه. ملاحظه مهمه ترى حسام نايم عندي من امس لانه تعبان ومواصل وسهران فعشان كذا استغلينا الوضع انا ونواف وسعود قلنا نسوي فيها المقلب بس ما نصور في الحوش عشان ما يسمعنا طبعا يا جماعه الخير زي ما تشوفون جايبين اللزقات هذه القويه الوان معدل وش بنسوي في حسام؟ المقالب مرة قوية واللي هي أول مقلب راح نلصق يا سلام ذا الشطبطون على جميع السيارة على جميع السيارة غير كذا شيء ثاني راح نفكت الليل الشيء الثالث راح ننسم الكاميرات والله العظيم والله حناسبين يا حس والله ما يمشي بندمرك والله بندمرك مرة بنشوف ردة فعله فأتمنى قبل ما نبدأ في هذا المقطع أتمنى لكم تشتركون في القناة تكفون اشتركوا في القناة عشان نوصل 100,000 بشكل أسرع لأن قلنا حنا في هدايا كل 100,000 راح نعطيكم سني فايف كل ما راح أفوز لا 100,000 واحد بيشارك لا بتفوز إن شاء الله وأكيد بيفوز واحد يمكن يكون أنت جماعة الخير اللايكات وشلون تحفزنا إن حنا نكمل نبغى مقالب نقول والله صدق الجمهور يبغى لا مقالب لأن صدق يعني إذا شفنا يمكن نشوف اللايكات كثيرة يمكن ننزل مقطع بكرة نشوف مقالب يعني نشوف إنكم صدق تبغون مقالب إذا سويتوا لايكات عندي نقطة مرة مهمة الحمد لله يا جماعة الخير ولله الحمد كورونا بدأت تروح على حبة حبة إن شاء الله فالحمد لله الحين افتحوا المطاعم حياكم تقدرون تجون الكافي عندي تنورون يا ليت يا شباب وتجلسون تقدرون تجلسون يعني بس برضو يا شباب للحين في كورونا أهم شيء بالاحترازات والكمام والكمامات والاحترازات يعني مو خلاص تمشي بالكمامة لا صح. تجي الكافي لا ما عندنا لازم كمامة وتكون بعيد عن الثاني الشخص الثاني مسافة 2 متر عشان أو 1 متر هي واحد متر ايه معلش 1 متر اهم شيء الاحترازات يعني خليك معنا بالمقطع ان شاء الله انه يضبط يلا شباب سي يو ليتر طبعا قاعد ننسب الكفرات الحين عشان ما يمشي قصص هذيك طيب قصص هذيك ترى هو بالملحق مالك اسمع طلع بك شو انا هنا يا رب ما يدور على الموت يا رب مشكلة طيب دي جي بالله تعال شوي شوف تضليل ابغاك تشيلها ايه سلام سلام يا دي جي بالله فكت ايوه دي جي قاعد يساعدهم الحين يا عيني يا عيني عليكم ها ايه اي شيء راح تحطها باي مكان انت كفو يا شباب كفو نواف قاعد ينسم حيل الكفرات قاعد ينسم الكفرات نواف صفها بالله تكفى ايوه شوي بس بس مرسم انا يلا عليكم السلام السلام عليكم هلا والله حياك الله شلونك شنو عندك الله يسلمك يا رب اي والله بس كسر صوتك تكفى ناظر يا حسا هذه تضيلات كم نحط هنا تضيلات عشان نشوفها شوف يا ساتر خير وزيارة الناس يا ساتر عطني روح انا راح ادمنا هنا يا رجال راح اوصل والله كذا يا حس ان جنطك انه كويس هذه فل كامل هذه فل كامل ها الحين يعطيكم العافيه يا شباب شكرا نواف شكرا نواف شكرا سعود شكرا سعود كلنا خلاص كلنا الحين ضبطنا كل شيء تمام الحين اسمعوا ندخل نخرج حسام تمام يلا حسام في واحد بسم الله
نقول حسام في شيء في شيء في شيء في مفاجأة. بيقول وش فيكم؟ يلا أنا آخر واحد عشان أصوركم. يلا روح. السلام عليكم حسام. حسام حسام في مفاجأة يا حسام. حسام خليني أنوم يا حسام. في مفاجأة سريع سريع. حس دبرنا لك مفاجأة. وش ممكن؟ خلاص مو كذا تخرجون. قلت لكم شوي شوي بسرعة مفاجأة. سريع سريع. والله في مفاجأة. يلا حسام تعال شوف عند الباب. شوف 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 فيها. أنا آسف أنا آسف والله. شوف والله يا عيال نقال بيجري. أنا عارف إني مصدع يا ركان يا أخي. يا عيال سعود تعال 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 تعال. اسمع حسام والله العظيم هم أصروا علي قالوا لازم يقوم حسام. قلت حسام نايم. يلا عطى عطى مويه يا سعود. عطى مويه عطى مويه يا سعود. عطى مويه يا سعود. يلا حس هي حس. والله ما نمت زين. انا بس فرش يا حب. اسمعني حس اسمعني. ها هذول والله يدبروا لك مفاجاه كذا. قاعدين نصور في مفاجاه لك والله. قم خلي النوم بعدين بعد المغرب بننام كلنا. انا دايخ بعد. عطى عطى مويه عطى مويه عطى مويه. خل فوق يا حظ والله. ليه اسمي حسام؟ بس عندي سؤال. بس المفاجأة برا. وش رأيك يا نواف إنك تطلع بعد سكر الباب عشان تصورنا بس عشان يطلع حسام؟ يلا. ما شاء الله. شنو جد حكون؟ يا حظي. حظك. أفرك يا حسام. والله ما بس وخر حسام ترى ما سويت له تريم 2021. لا تكمل خلاص سويت وقف وقف. ليش شوف التعديل السيارة؟ ليش تسوي كذا؟ ليش تسوي كذا؟ ليش تمزح بالسيارات؟ ليش تمزح بالسيارات؟ انت عارف راسي مصدع. ليش تمزح بالسيارات؟ ليش تمزح؟ انا قال لك لا تمزح بالسيارات. ليش ليش هدوا هدوا يا شباب هدوا. مسوى كذا مسوى يا حسام. دقيقه 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 دقيقه. ليش تمزح بالسيارات؟ انا اسمي. طف الكاميرا طفها. انا اعلمك مين حسام. حسام انا اعلمك مين. واحد من المتابعين. واحد من المتابعين. حسام خلاص اسمعني حس هيك حسام. واحد متابعين واحد. ركز معي حس هيك هيك اشترطون سعي شلا وخذ ازرب بيت. دقيقة حس اسمعني نفس الجنب حق الرمل. اقصد سيارات اقصد سيارات. ليش تمزح بالسيارات؟ ليش تمزح بالسيارات؟ ضبطناه ليش تمزح؟ ديكور جديد ركب. لا 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 حرام والله تخرب البوية تخرب البوية. ليش تنسم الكفرات طيب؟ شوف دقيقة ليش نسمها؟ ليش تمزحون كذا؟ وش المزح هذا؟ اسمع والله ما عاد انام عندك. انا كاينك وش قايلهم؟ والله ما عاد انام عندك. وخر وخر. شوف جلوط رن وخر والله عشان كذا. سعود 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 خلاص لا تناقشني ولا تكلم. لا تناقشني ولا تكلم. اسمع اسمع عليك مو بين هذا رأيي. انت اللي السبب. انت انا مالي دخل. انت السبب. كفر الحين انا اعبي هوا الحين. اقسم بالله يا حسام ان الجنط ذا ما في بالسعودية. لا انت هو شيء بالصدق اللون الصراحه ضبطوها. طيب يا اخي ليش تسوي كذا؟ انا مصدع ما نمت زين يا اخي. انا تعبان يا اخي فيني حراره. يعني انت امشي انت امشي بتشوف السياره ملفته كذا يعني كذا تعجبك. لا ترى بالليل برضو الفسفور ينور. طيب يا اخي اجيك شيء ضربه. لا 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 طب ما شفت السياره من داخل. خايف علي حس يا اخي اقسم بالله اسوي شيء من قلبي. والله العظيم حسام والله انا اسف. تمام انا اسف بس ان شاء الله ان شاء الله راح اعوض. والله العظيم مو بس انت اللي زعلان ترى كل المتابعين تو. والله مره ثلاث سيارات. والله ثلاث سيارات من دي الاربعه احنا قاعدين نسوي. صورنا مقطع بتشوف بتشوفه بعد. والله كلهم يقولون ما لكم داعي. شيء والله مو من قلبي يا اخي. ما عليه والله ما عليه والله ادري ادري مو من قلبي. تراك من اسم كفر الدبهاب والله ما مشي. صح انا ما نسبت. انا رادها رادها وانا قد كلمتي. يعني انت يوم تكسر الاستديو اي الحين شوف ما عندنا خلفيه سوداء. فرحانين بالخشب وكسرها لنا وعطانا سوني يكذب علينا. وش بعد وش اللي سوالنا؟ وهدايا واخش يلعب علينا. وش وسياره واخش يلعب علينا. اربع اشياء سواها لنا. يعني كل ذا ومسوي زعلان زعلان عشان ذا يا شيخ. ازعل يا شيخ. طبعا يا جماعه الخير خلاص الحين حس بدا يهدى بدا يهدى ولا يا حس؟ لا لا حزام لا لا شي 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 البويه شي 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 البويه ترى ينفك البويه صدق لان اشترطونها قوي.
نروح نعدل الكاميرا فيها. خلاص ها احس هديت الوضع خلاص. طبعا قاعدين نفك الحين وراح نعوضك احس بشيء ان شاء الله. بس تدري متى؟ ما في تعويض يا رجال، ابغى اروح بيتنا بس عطني هوا بس، ما في تعويض. في ابوي عنده هوا، ما عليك نجيبها لك. يا نواف شوي اعتذر لاخواني ركان ونواف وسعود، تحملوني والله العصبي عصبيتي انا والله العظيم. متعودين حنا اللي ياسفين، والله حنا اللي ياسفين، والله حنا اللي ياسفين. كنا بنضبط سيارتك بس انا خجول جدا والله يا نواف، ولا ودي ينزل الفيديو. لا يقولون هذا عصبي كذا. شوف انا ركان يعرفني، انا والله مو بعصبي، بس اني شفتها مو بعصبي بس عصبي بس يعني وقت الجد يعني بس يبقى اللي صار الاشياء هذه فلا تلوموني. ركان صار يمشي كذا تبربره كان. انا خجول جدا والله خجول، واتمنى يا متابعين انتوا اهلي يعني ماني بغريب يعني انا ماني غريب منكم، اتمنى تسامحوني على العصبيه اللي صارت. وانا الحين مبسوط وان شاء الله راح اعشيهم كلهم. الله يسعدك الله يسلمك. بس قبل السياره بدلها سياره والله العظيم، وانتم انتم ما تتعوضون، السياره تتعوض بس انتم والله العظيم انتم اهلي والله العظيم حبيبي الله يسلمك. انتم ما تتعوضون، وانا بس انا والله اني نواف كذا عصبت يعني لا تلوموني وانا اعتذر. مالي جايب لك هديه، احنا جايب لك هديه، احنا وش هديه انتم والله يا مال العافيه. بس تسوينك رسمي ورسمي بس على ان احنا جايبينها هديه اصلا. شوف لا هو سوى لنا مقلب، ما ينفع تسوون مقلب، ما ينفع تسوون مقلب وبعدين تسوون هديه. فانا ما بين هدايا لا والله رد حق السوني وانتم وياه. لا ما حسب المقلب، شوف ما بحنا وحسام. ايوه ترده في مقلب. لا اول شيء يعطيكم العافيه على الهواء، ما ادري وين جبتوها الطرمبه. اي هذا ابوي والله ما قصر، ابوي حق بره. الله يعطي العافيه ما قصر. الوالد دق على ركان وقال حرام عليكم تسوي له كذا، بس شرحنا له السالفه، شرحنا له السالفه ومن ذا الكلام، وقلنا له وش المفاجاه اللي بنضبطها له. قال يعني هل يصير؟ ما قلنا لا لا يعني مفاجاه، في مفاجاه والله صريحه صراحه. خلاص انا فلوس ما ابي هديه يا اخي، ذا طرار يتشرط ذا يا شيخ. حنا والله امشي امشي واحد بويا وش يا شيخ، اقسم بالله كنسل كنسل هديه كنسل والله العظيم. جيبوا اللي تجيبونه يلا، يقول جيبوا اللي تجيبونه. ها انت لا 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 ركب عندك بتجيبوا لي اسد ولا نب؟ هذا حق الرنج. مبروك حق الرنج ذا، هذا حق الرنج. لحظة أنا أقوس. لا 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 أنت افتحها، أنت افتحها ترى أنا عارف. نقول وشي حقتها إيش ولا لا؟ توها نازلة والله، قلنا ما راح نسوي في مقلب، ما ودنا نسوي نفس ما هو يسوي مقلب وخلاص السلام عليكم نمشي. قلنا لازم إيش نجيب له طقم كامل، كنا بنفقحها والله. بس ما بس تنسيم يعني الشباب ما قصروا، ثنتين بعد يلعبون القهر. يلا يا اخي شوف يعني شوف عندك زياده هالكبار الدولي يا اخي، ليش تخلوني اعصب؟ لو تدري ما اعصب. جبنا له يا جماعه الخير زي ما تشوفون، عوضناه بكفرات جديده. لا احد يقول اسراف ما اسراف، والله العظيم ترى هالك كفراته. اللي فاهمين اللي فاهمين بيشوفون الكفرات حسام يعني مبين انه مهلوكه، يعني هو ما رد يغيرها. قلنا نستعجب الوقت نجيب له كفرات ونسوي فيه مقلب بالكفرات ان ننسمها. ما فقعناه والله، بس نسمناه وناظر نفخه. شكرا. لا 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 نوب 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 اي حتى والله يصير والله. سيارة جيراننا عفط البدي والله العظيم، يعفط اقسم بالله يعفط البدي. الكفرة تمزح معك مجنون انت. لا 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 يا عيال ذليتوا ابوه، ذليتوا ابوه. يلا ركبها 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 يلا مشينا يلا ركبها. لا لا ثقيل والله ثقيل. يلا دلوني على الكفر. تدري شلون ركبها؟ انا ركبها ولا ما تكفي ولا اجيك بسيارتي الرنج نحطها؟ والله هي اقول لك شيء، ايه انا 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 في قلبي ذي عصبيتي اقسم بالله. شوتها يا اخي، ما تشوف صور ما تشوف ما تشوف قاعد بيحب راسي بيحب راسي. لا لا والله لا لا والله اي والله لا والله يا عيال تحبون راسي كلكم. انا احب راسي. اوه كذا وصلنا نهاية المقطع، ان شاء الله نال اعجابكم يا جماعة الخير. احس الحين روق خلاص، ما حد معصب لان اهدناه سوينا مقلب واهدناه ومو بزيه، سوينا اربع مقالب ولا اهدانا بشيء. يعطيك العافيه. ولا عشانا ولا غدانا ولا انا هديه ما نبغاك. لا ما نبغى هدايا، ما نبغى هديه منك خلاص. المهم يا جماعه الخير انا زعلان والله اني يوم هوشتكم والله مو من قلبي. شباب تكون صوره سيئه، ترى اي واحد يعصب يسوي زي كذا. بخصوص الخقله طيب ايش؟ بخصوص الخقله اللي جتني الشوتة اللي جتني. ما عليك روح لك اقرب عياده ويضبطونك. قبل كل نهايه مقطع يا جماعه الخير بنحط لكم حساباتنا موجوده تحت في الديسكربشن، اذا ودكم تضيفونا في حساب انستغرام سناب اي حساب تلقونه تحت. حتى برضو نقول لكم شيء، ترى بقناه الكواليس بدينا ننزل تحديات، فاللي ما اشترك يروح يشترك بقناتنا، فيها مليون ان شاء الله نوصل
يعني 2 مليون 3 مليون ان شاء الله باذن الله. فبرضو بنحط لكم تاجات لافضل ناس حطونا في انستغرام، يعطيهم الف عافيه. اذا ودك تشارك صور الشاشه حط لنا تاج وان شاء الله نختارك عشوائيا ان شاء الله. شكرا شباب، تكون الكلمه ولا خلاص؟ وان شاء الله نفس ما قلت لكم الليكات ان شاء الله توصل بالثمين ان شاء الله. نراكم الحلقه القادمه، الوعد ان شاء الله في نواف. نراكم الحلقه القادمه يا شباب، كان معكم كم سيمان سيو شباب. هسه شوف شوف النظرة، شوف النظرة، شوف النظرة، شوف النظرة. نطلع بالرنج نواف، نصيحة انتبه بسيارتك، انتبه.